في مناظرة تلفزيونية للحزب الديمقراطي تواجه ساندرز وكلينتون في الولاية الصناعية فلينت شمال ميشيغان في وقت متأخر قبل يومين فقط من الانتخابات التمهيدية الحاسمة. صرح ساندرز مداعبا جمهوره: إذا أصبحت أنا الرئيس المنتخب سأخصص حصة كبيرة من الأموال لمجال الصحة العقلية، فعند مشاهدتك للمناظرات الجمهورية ستتفهم الأمر. كلينتون لا تزال في طليعة عدد المندوبين الضروريين لنيل ترشيح الحزب وصرحت: أنا مؤمنة حقا أن إعطاء الحصانة لصناع السلاح وبائعيه كان خطأ فادح، لأن هذا الأمر ينحي المسؤولية والمساءلة القانونية بين صناع السلاح وتجاره. كانت كلينتون قد فازت السبت في لويزيرانا بينما فاز ساندرز في كانساس ونبراسكا.